وصفي بيه هنا. عزازي مش هنا، خليه يروح له الشغل. أنا عارف إن هو في الشركة. أنا جاي لك أنتِ. جاي أقول لك إن أنا الحمد لله خلاص استلمت التوكيلات، وفي بيني وبينك موضوع كده عايزة أدردش فيه شوية معاكي. هو إحنا في بينا كلام؟ ما تتعيد لي بقى، بلاش الطريقة البايخة اللي بتتكلمي بيها قدام عزازي بدي عشان اليوم يعدي. لا ده أنت اتهبلت في عقلك، ده أنت اللي تتعدل وتعرف أنت بتكلم مين يا وصفي. لا أنا عارف أنا بكلم مين. أنا بتكلم مع جمالات عبتواب. أنا أعرفك على فكرة من قبل ما تكوني جيهان هانم العزازي، من أيام 18 شارع علوان الحلمية القديمة، صح؟ البيت جيجي أم خلخال في رجلها وشبشب بترقع وبك تحت بطها، صح؟ طب ما كويس إن أنت عارفني أهو. يبقى تفوق لنفسك وده عشان مصلحتك. عشان مصلحتك أنت، الكلام اللي هقوله ده العزازي ما يعرفش عنه حاجة. وإيه هو بقى اللي مش في مصلحتي؟ مدام جيهان، أنا وصفي النجار المحامي. عشان أكون محامي ناجح وشاطر كان لازم إن أنا أرسم لنفسي طريق. الطريق ده هو يحطني مع الكبار، ملعبش غير مع الكبار. وعشان ألعب مع الكبار كان لازم أعرف عنهم كل كبيرة وصغيرة. ما في حاجات بنحتاجها إحناش عارفين إمتى، ولا يا جمالات؟ ها؟ ما تتكلم على طول وتجيب من الآخر كده، وبعدين بدل ما تقعد تتهز كده أقف عدل واتكلم على طول. أتعدل؟ لكن لازم تبعدي خالص عن طريقي، لأني أعرف عنك أنت وحسام اللي محدش يعرفه. ابنك ما تقلقيش عليه، إن شاء الله هخرجهولك. والشركة المكتب بتاعي خلاص خدها، هنقفل بقى الباب الشمال بتاع الرشاوي والعمولات والجو اللي كنت بتعمليه أنت والمحروس. انسيه. من مصلحتك انك تاخدي الملف ده وتقريه كويس وتعرفي انا اعرف عنك ايه وممكن اعمل. ما تتكلميش الا لما انا اخلص كلامي. احترمي يا جيهان ان انا عارف وساكت، مع ان عندي لسان وممكن اتكلم، لكن انا عارف اتكلم امتى. انا همشي دلوقتي لان عندي مشوار مهم هيفيد ابنك المحروس في القضية اللي ورطه فيها حسام. الملف اهو، اقريه وما ترغيش كتير بعدي. لا الملف ده خليه معاك، وأعلى ما في خيلك اركب.